السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أصدقائي تشموا عام الطيور؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. إخواني الكرام، حلقة اليوم وهي فوائد تفاح الطيور. إخواني الكرام، التفاح يحتوي على 63% من نسبة الماء، وأيضا على 12% من نسبة السكر، أيضا على نسبة مهمة من الأحماض والمواد الدهنية والبروتين. كما أيضا إخواني، التفاح يعتبر من أهم أفضل الفواكه وأكثر نفعا بالنسبة للطيور، فهو يعتبر منشط الأمعاء ومنشط للقلب، وأيضا يعني يلعب دور مهم في علاج الإمساك المزمن والإسهال بالنسبة للطيور. أيضا إخوان أيضا إخواني الكرام، الإسهال يعتبر أيضا منشط للكبد بالنسبة للطيور المصابة بأمراض الكبد. إخواني الكرام، بالنسبة لطريقة تقديم التفاح إخواني للطيور، فنقوم بتقطيع التفاح إلى قطع صغيرة من هذا الشكل ونقوم بتعليقها للطائرة. بالنسبة للطيور التي لا تحب أكل التفاح إخواني، نقوم بوضع الحبوب التي تحبها الطيور وتفضلها فوق التفاح ونقوم بتقديمها للطائر، وبالتالي الطائر سوف يقوم بأكل الحبوب ويتذوق التفاح وسوف يحبه بالطبع. إخواني الكرام، نأتي الآن إلى مرحلة تقديم التفاح للطائر. كما ترون إخواني، هذا طائر الحصون الخاص بي وهو يحب جدا التفاح. أتمنى أن تشاركونا على رقم استفساراتكم في قناة هذا الموضوع، ولا تنسوا علينا إخواني بردودكم وتعليقاتكم، وأيضا إخواني لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.